لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن علم الدين شيء لا يستغني عنه أحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني علم الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم. معناه أمر الناس أن يتعلموا علم الدين، وبين لهم كيف يكون ذلك. قال: فإنما العلم بالتعلم، أي لا يكون إلا بأن يتعلمه الشخص من أهل المعرفة الثقات مشافهة. علم الدين لا يحصل بمجرد مطالعة الكتب. الشخص الذي يطالع الكتب لنفسه بدون إنسان عالم ثقة يرجع إليه لا يطلع عالما، هذا يطلع ضالا مضلا، يضل ثم يضل غيره، يهلك ويهلك غيره. وفي دين الله الجهل ليس عذرا، كما يقول كثير من العوام إذا أصلحت لهم مسألة، إذا أصلح لهم أمر يقول: ما كنت أعرف، ربنا رب النيات ونحن ما كنا نعرف. إذن لما يجب على الشخص أن يتعلم إذا كان الجاهل لا يؤاخذ؟ قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي ليسوا سواء. فلا بد لمن أراد النجاة أن يتعلم القدر الواجب من علم الدين، وأن يطبق ذلك حتى يسلم. فصلاح الإنسان في دينه وفي دنياه قائم على علم الدين. من تعلم هذا العلم فهو من السالمين، من تعلم هذا العلم وطبق فهو من الناجين، ومن ترك هذا العلم فهو من الهالكين. ولا يكفيه القيام بصور الأعمال، بعض الناس يكتفون بصور الأعمال، بصورة الصلاة، بصورة الزكاة، بصورة الحج، ولا يعرفون كيف يؤدى الحج، كيف تؤدى الصلاة، كيف تؤدى الزكاة، كيف يؤدى الصوم، لا يعرفون، فيعيشون في الجهل، يخبطون خبط عشواء ويظنون أنهم على هدى، فهؤلاء إن بقوا على ذلك فهم هالكون. نسأل الله تعالى لنا ولكم النجاح.